نوال الموسوي الباحثة في الشأن السياسي. سيدة نوال، مرحبا بك. ما يلبث الدينار أن يستقر لأيام إلا وتأتيه أزمة أخرى لتحط من قيمته، ما الحلول التي يمكن اللجوء إليها من أجل السيطرة على سعر الصرف؟ نعم، تحية طيبة لحضرتك لجميع المشاهدين وشكرا على الاستضافة. بالحقيقة قبل أن نذهب إلى الحلول علينا أن نضع المعالجات الحقيقية والصحيحة، وخصوصا في الجانب فيما يتعلق ليس فقط بتنظيم التعاملات المالية وإيجاد طرق حلول رصينة ومتزنة وتتوازى مع الدول المتقدمة في النظام المصرفي، لكن علينا أن نعود على المسببات السياسية بالدرجة الأساس. علينا أن نعود إلى اتخاذ خطوة الحكومة العراقية بتخفيض سعر قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي في خطوة بالحقيقة كانت خطوة مستعجلة ومدروسة من ناحية جماهيرية شعبوية، لمجرد أن يكون الإطار التنسيقي قد أوفى بوعوده مع جمهوره، لكن هذه الخطوة على المدى الاقتصادي وعلى المدى السياسي كانت لها تبعات خطيرة، وخصوصا بعد زيارة اللجنة التي قام بإرسالها البنك الدولي إلى العراق، وكانت قد يعني أصدرت بيانات وتوضيحات مباشرة للحكومة العراقية بضرورة إصلاح النظام المالي والنظام المصرفي في العراق. فبالتالي استمرار النهج الحكومي على يعني المضي بإعداد الموازنة وإقرارها بدون واعتماد سعر الصرف الذي اعتمدته الحكومة العراقية، بالحقيقة هذه كانت وعلى الأقل يعني المعطيات الحالية توضح لنا بشكل مباشر وواضح أنه كانت خطوة مستعجلة وخطوة غير موفقة، حسبت على يعني الحكومة بالدرجة الأساس ومن ثم على المصارف الأهلية التي استفادت من الفارق فيما بين السعر الحكومي والسعر الموازي وما يقارب 18 نقطة كانت لها عوائد وفوائد كبيرة على المصارف، بالتالي كان قد حرم المواطن من التداول وازدادت أموال ورؤوس أموال هذه المصارف طيب. الأهلية. طيب، هناك أيضا عقوبات أخرى على تفضل. نعم، هناك أيضا عقوبات على مصارف أهلية فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، هل تتوقعون شمول مصارف أخرى بنفس العقوبات، خاصة أن البنك المركزي اقترح فتح بنوك جديدة وإعطائها المزيد من الدولار بدون قيد أو شرط؟ يعني بالحقيقة حتى نكون واضحين وصريحين تماما، الحزمة الأولى من العقوبات كانت في عام 2018، كانت في وقتها الحكومة اتخذت إجراءات صارمة وحازمة مع المصارف الأهلية التي أدرجت على البلاك ليست من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، لكن الآن بالمقارنة مع الحزمة الأولى والحزمة الثانية التي صدرت قريبا، يعني هناك تفاوت كبير من قبل الإجراءات من قبل البنك المركزي، وتحديدا يعني في التعاملات المالية التي اتسمت بنوع من التسهيلات رغم أنها مصارف عليها عقوبات دولية مؤثرة جدا وقد يعني تسبب إرباك ليس فقط للاقتصاد العراقي وإنما حتى لسمعة البنك المركزي العراقي، فعدم تجميد أصول هذه المصارف ووضعها تحت الوصاية سيزيد من الطين بلة، بالتأكيد ستكون هناك المزيد من العقوبات. حتى نكون أيضا أكثر دقة وأكثر وضوحا، هناك شخصيات سياسية ولديها تعاملات مالية مشبوهة هي موجودة والجميع يعرف أسماءها ويعرف هذه القائمة ستصدر قريبا، ستعلن، هي صادرة لكنها إلى الآن غير معلن عنها، فهذه الحزمة العقوبات الثالثة ستكون مؤذية وستكون مربكة للوضع الاقتصادي وللوضع المالي السياسي. في هذه الحالة ألا يفكر البنك المركزي وفيما ينوى من استثمارات؟ نعم سيدة نوال، في هذه الحالة ونحن ننتظر الحزمة الثالثة من العقوبات، ألا ينوي البنك المركزي أن يضع بعض الحلول الاستباقية قبل صدور هكذا قرار وانهيار العملة مرة أخرى؟
يعني برأيي أنا بعد ما استمعنا إلى تصريحات عبر لقاء متلفز مباشر للسيد علي العلاق، بصراحة هي أجوبة غير مقنعة وحلول ترقيعية وعبارة عن استعراضات وشو للجمهور العراقي أو للشعب العراقي، وحتى إصدار بعض العقوبات على من يتداول سمعة العملة الوطنية، وهذا طبعا يعني بالتأكيد راح يأثر سلبا. بالعكس، المكاشفة والصراحة مع الجمهور مع الشعب العراقي ووضع الحلول الآنية السريعة وبذات الوقت هي تكون مدروسة بحيث لا تؤثر على مستقبل التعاملات وعلى مستقبل حتى الودائع المخزونة لدى هذه المصارف. يعني من المفارقات المضحكة المبكية أنه يسمح البنك المركزي إلى هذه المصارف أن تتعامل مع المودعين أو مع زبائنها بعملات أخرى. طيب يعني بصراحة هذا الموضوع يعني غير مدروس بالمرة. كيف للحكومة الأول يعني وزارة الخزانة الأمريكية أن ترضى أن يتم استبدال عملتها بهذا الشكل، وتحديدا مع الشركات العملاقة إن كانت شركات صينية وإن كانت حتى شركات من دول أخرى من ضمن البلاك ليست. فبالتالي هذه التعاملات بصراحة ستؤدي إلى المزيد من التراجع إن لم يكن هناك خطوات جادة وحازمة وصارمة من قبل البنك المركزي وليس من قبل الحكومة. يعني حتى نكون واضحين، البنك المركزي يتمتع بسلطة مستقلة وهو مستقل بقراراته، لكن يجب أن تكون هذه القرارات تتخذ وفق آلية تضمن انسيابية الاقتصاد العراقي وعدم الإساءة لسمعة الاقتصاد العراقي والوضع المالي العراقي، وبالتالي أيضا التأثيرات التي ستجنيها الحكومة بشكل مباشر. بالتالي الشعب العراقي لا يعرف الأمريكية أنه سيدنا هناك سلطة مستقلة وهناك خطوات. حتى لو كان مستقلا البنك المركزي في قراراته، لكن وزارة الخزانة الأمريكية حذرته سابقا من أن استمرار التعامل بهذه الطريقة مع بنوك تهرب الدولار الأمريكي باتجاه إيران وباتجاه دول محظورة كمحظور تعامل فيها كسوريا ولبنان، سيعرض البنك الدولي إلى إخراجه من قائمة البنوك المعتمدة لدى وزارة الخزانة، وبالتالي عقوبات أشد على العراق. بالضبط، وهو هذا ما نخشاه سيدي الفاضل، أنه تكون هناك المزيد من العقوبات. وبصراحة ولنكن أيضا أكثر وضوحا، البنك المركزي العراقي يعني سيواجه العقوبات على مدى الشهرين القادمين إن كانت هناك تعاملات لا تزال غير مرضية للجانب الأمريكي باعتبار أنه يعتمد على الدولار بالدرجة الأساس. فبالتالي هناك أمور لا تخفى على الشعب العراقي وعلى الجميع، أنه هناك مناكفات سياسية فيما بين الولايات المتحدة وما بين إيران، وهناك عداء، ومن غير الممكن السماح بتهريب دولار واحد بدون أن تكون هناك آلية صحيحة وضمن نظام سويفت لحتى تكون الآلية يعني رصينة. لا، يجب أن نذكر أيضا أنه يوم أمس في من خلال لقاء لوزارة الخارجية الأمريكية صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية باعتبار أنه جميع الإجراءات التي اتخذت بالتعاون والتنسيق المشترك والمتوازي مع رئيس الحكومة السيد محمد الشياع السوداني، مما يعطي انطباع أن هناك تفاهمات تجرى فيما بين الجانب الأمريكي والجانب الحكومي برئاسة السيد محمد الشياع السوداني. شكرا جزيلا. وعليه يعني يفترض أنه تكون الآليات باتجاه صحيح ومدروس. الباحثة في الشأن السياسي نوال الموسوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.